استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة، حيث هنأه جلالته بمناسبة اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معربا جلالته عن إعجابه بما حققته دولة الإمارات من إنجازات كبيرة في جميع المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا جلالته عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، متمنيا رعاه الله لدولة الإمارات وشعبها العزيز دوام الرفعة والازدهار.